كذلك مما ينبغي مراعاته أن تفهم درجة القوامة التي قال الله تعالى فيها: وللرجال عليهن درجة، وقال: الرجال قوامون على النساء. فهذه الدرجة هي درجة تشريف للرجل، ودرجة تكليف له، ودرجة تحميله المسؤولية. فافهموا أنتم وانقلوا ذلك لغيرهم أن المرأة مع زوجها بمثابة الأمة مع ولي أمرها. المرأة مع زوجها بمثابة ولي من الأمة مع ولي أمرها، فكما لا يتعجل في تقويم ولي الأمر وتصحيح أخطاءه، ولا تعالج الأمور بحماقة، ولا يحمل الأمر على الخروج عليه والوقيعة في عرضه والتنقيص من شأنه مما يحدث الفتنة والبلبلة ويهيج العامة والدهماء، فهكذا المرأة ينبغي أن تكون حكيمة وحازمة وعارفة أن الله جل وعلا قد فضل الزوج الذي هو ولي أمرها عليها بما آتاه من رجاحة العقل في الجملة، ولما له من طول التجربة نتيجة خروجه ومعالجته أمور الحياة، ولما جبل الله عز وجل عليه العاطفة المرأة من العاطفة التي أودعها الله فيها لعلاج أمور أخرى تخصها. المرأة قد تطلق فجأة، وقد يموت زوجها، وقد تواجه مشكلات مع أطفالها، فجعلها الله ذات عاطفة تنسيها العاطفة كثيرا من الهموم والمشاكل، وتحملها على التكيف مع الوضع الجديد. ولذا المرأة تتأقلم مع الزوج الجديد وكأن شيء لم يحدث، وكذلك تحمل مشاكل الأطفال أكثر مما يتحمل الزوج. فهذا من تكميل الخلقة، ما هو نقص. وجود العاطفة عند المرأة ما هو نقص لأمور أخرى اقتضتها حكمة الله جل وعلا. كذلك فإن المرأة ناقصة الدين، ونقص الدين وإن كان بعذر فإن له أثره في حياة الفرد. فالمرأة تمر عليها أوقات وأيام لا تصلي، بل تجاوز الشهر وتقارب الشهرين لا تصلي ولا تقضي الصلاة ولا تصوم وتقضي الصوم، وتقصر في حق زوجها بغير اختيار منها. فإذا طلبها حاجته وعليها العذر ما تستطيع أن تفي بطلبه. فينبغي أن تراعي هذا هي عند حدوث أمور أدت إلى شيء من الخلاف، فلا تسيء الظن ولا تتشطط في الطلب، ولتعتذر بلطف، ولتراعي حقه عليها، ولتستحي من أنها لا تستطيع أن تؤدي حقه فتتحمل منه قصورا كثيرا بسبب هذا ومن أجل هذا، وهي مثابة على ذلك. وهذا من الصبر الجميل الذي تحمد عقباه وتؤجر عليه المرأة في دينها في دنياها وأخراها، وله عواقب محمودة، فالصبر ضياء. فهذه مسائل ينبغي أن تفهم، فليست الدرجة التي أعطيت للرجل هي الذكورة أو الفحولة، لا، هي القوامة، هي العقل، هي كمال الدين، هي طول التجربة، هي كذا وكذا.